امتحانات نصف السنة أو الكورس الأول للعام الدراسي 2020-2021 للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والإعدادية تسير بشكل انسيابي يتناسب مع الوضع الصحي والتعليمي الذي يمر به البلد، حيث تم توفير كافة المستلزمات وتهيئة الأجواء الملائمة لامتحانات هذا العام. تم استقبال تلميذات مدرستنا للعام الدراسي 2020-2021 لامتحانات نصف السنة، وتم استقبال ملاك المدرسة وتهيئة الأجواء المناسبة من حيث التعفير والتعقيم وارتداء الكمامات، حيث تم الالتزام بتوصيات خلية الأزمة والالتزام أيضا بالصحة المدرسية والمنسق الصحي، حيث تم تعفير المدرسة والقاعات الامتحانية لاستقبال التلميذات. العملية الامتحانية تسير بشكل جيد، وفرنا كل ما يحتاجه التلميذ من مستلزمات الامتحانية، وقمنا بمراعاة الظروف التي يمر بها البلد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الامتحانات وفق ما خطط لها. ما مر به الطالب والمعلم على حد سواء من تحديات ومعوقات بسبب جائحة كورونا وما سببته من تلكؤ في تحقيق الهدف التربوي والتعليمي، كان لتعاونهم ولمنصة العراق التربوية ومنصة نيوتن التعليمية كما يرى مدير المراكز الامتحانية دورا في تذليل تلك الصعاب، وهذا ما لوحظ من خلال تجاوب الطلبة واستعدادهم وتفاعلهم مع أسئلة امتحانات نصف السنة. بسبب جائحة كورونا كانت هناك قطيعة بين الطالب والمدرسة، والحمد لله استطعنا التغلب على هذه المعضلة من خلال قنوات البث وقنوات منصة العراق التربوية ومنصة نيوتن التعليمية، بالإضافة إلى سريال الامتحانات من قبل الطلاب، والحمد لله تواجد تام والعمل على تهيئة كافة الأمور واللوجستية والمدرسية للامتحانات. سير امتحانات لعام مليء بالتحديات والصعوبات، وعمل وتعاون جاد على تذليل وقهر هذا الظرف والتعايش معه للخروج بنتيجة أن الحياة لابد أن تستمر. من صلاح الدين فراس الحسني، التغيير.